يقول بعض المشايخ يحذرون يتكلمون على أسامة بن لادن، وكذلك سمعت أن الشيخ بن باز حذر منه، وكذلك هناك من يدافع عنه وهو على شاكلته، نأمل منكم توضيح حاله وحال من هو على شاكلته. بالنسبة لي أنا لا أعرف بن لادن، ولكن من خلال أعماله ومخططاته فإنه يجب الحذر منه والتحذير منه، تحذير الشباب من مخططه، لأنه حسب ما يظهر وحسب ما ينشر ويتواتر عنه أنه يثير الفتنة بين المسلمين. نعم.